ليكي إيجي طلع مثل الملك، أما أنتي فكنتي مثل الملكة المزينة وعم تلمع كلياتها بعد الألماس. الملك الحلو والملكة الحلوة افترقوا لوقت طويل كتير، وبعدين رجعوا مرة تانية وشبكوا إيديهم سوا وبدوا بداية جديدة. يا سلام هالحكي شو حلو، روعة 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 روعة. أنا ما بنفع أكتب قصاص. ممنوع تتجاوزي هذا الخط المرسوم، عم تفهمي علي؟ ولا تحاولي تقربي على حياتي. بتمنى لك الخير وتكوني غنية كتير، من قلبي بتمنى، ويظهر قلبك حب انتي وأكشاد بعد هالسنين ويبقى على طول. على فكرة هو ما بيحبك. زتت الصحن. عم ترقشي بيك؟ ليش منزوع مرائك من عند الصبح؟ أنا كنت عم أملحك. لا سارو، أنت كنتي عم تبيضي وش معي، وكل تصرفاتك كانت عم تزعجني. بتضلي تحكي مصاري 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 وتنقي أنترا أنترا أنترا، أنا مليت، عم تستفزيني. بعدين بتضلي عم تتباهي قدامي بالمصاري؟ لمين هالمصاري؟ لمين المصاري قولي؟ إلك أنت. وهلأ خبريني، راجعت حساباتي ولاحظت إنه عندي هون ليكا ناقص 10,000 روبية. فرجيني. أنا بعرف اللي عايشين بهالبيت، بتذكر في مرة ختيارة وكمان طفل صغير وكنتين بيضلوا عاملين دايت، وأزواجهم اللي بيضلوا بالشغل بمكاتبهم كل نهار، وباقي زوجي اللي مو هامه حدا بهالدنيا. ممكن تقولي لي وين انصرف المبلغ هاد؟ هي فعلا معها حق. يلا خبريني بسرعة. بصراحة دورجا ولاكشمي مرة سحبوني من رجلي وتوجعت كتير، ما عرفت وقتها شو بدي أعمل لحتى فش قهري. زعلت كتير وقعدت بغرفتي أبكي من كل قلبي كمان، ولحتى عدل مزاجي رحت واشتريت ساري حرير طبيعي. ساري؟ إيه. طيب سارو ليش ما حكيتيلي من قبل؟ لازم تشتري أكتر من هيك لتحسني مزاجك، ليش ما اشتريتي؟ ومين قالك ما اشتريت؟ عن جد؟ اشتريت لك هاي الإسوارة، أخذت اللي زادوا من فاتورة الكهرباء، مو حلوة؟ حلوة، هاتي خليني شوفها. شوفيها أنترا، شوفيها على إيدي، شوفيها على إيدي. أنا أنترا، هاتي لشوف، أعطيني إياها. أنترا استني، هي إسوارتي أنا. صار لك زمان عم تزعجيني ولازم حسن مزاجي وراسي اللي عم يوجعني، وهلأ صار دوري أنا، ولحتى عدل مزاجي أنا بدي هاي الإسوارة، سمعانة؟ وحدة مزعجة. لا مو معقول شو أنا طماعة، مو معقول كتير. منيح إني ما كنت لابسة الساري الحرير، وإلا كانت أخدته مني كمان، مو معقولة.